فعلا مش هذه مدرسة وحيدة، في عديد المدارس زي ما ذكر الأستاذ الكريم يعني كلها فصول متنقلة وصفيح، يعني فعلا موجود منها حتى في طرابلس، في حتى في عين زارة، ولا في بعض المدارس مكتظة من مشكلة النازحين طالبين الفصول المتنقلة الصفيح. للأسف أن ذكرت سابقا حاليا أن التعليم لحد الآن لم يتوفى له ميزانية من سنة 2014 إلى تاريخ هذا اليوم. نعم، إذن هو سبب مادي. طيب أستاذ حسين، هل تعتقد بأن عدم ملائمة وجاهزية المبنى المدرسي ليحتضن التلاميذ والطلاب بالشكل المناسب صحيا ونفسيا وتعليميا وترفيهيا حتى من الممكن أن يكون له أثره على التحصيل العلمي وأن يؤدي إلى ظاهرة الهروب من المدارس التي نتحدث عنها في هذه الحلقة؟ أكيد المرفق التعليمي أو البيئة المدرسية أو المدرسة بحد ذاتها كمبنى مدرسي مهم جدا أن يكون يعني مقبول للطالب أو الطالبة أو التلميذ أو التلميذة. فمجرد دخولك للمدرسة يفترض أن الطالب يصير لانشراح وصرخ بأنه ماشي لمكان يتعلم منه ويفعل فيه. نعم. للأسف نحن في ليبيا يعني نقولها للأسف أن نظام التعليم الموجود عندنا نظام قاعد قديم وقديم جدا، نظام متخلف، فننظرش للنقطة هذه. فتجد أن عديد المدارس اللي تلقاها مدرسة شادة روحها متميزة تجد عليها قبول، يعني كمبنى مدرسي كقاعات مجهزة تجد عليها قبول غير طبيعي، يتجدش علينا طاقم التدريس اللي موجود فيها يعني متميز، فكل طاقم التدريس قراب لبعضه في المدارس. فتجد مدرسة معينة يعني مثلا نعطيك في طرابلس الغد المشرق، نعطيك في طرابلس مثلا التقدم، تجد عليهم ضغط غير طبيعي على أن المبنى المدرسي مهيئ، المبنى المدرسي كويس. زد على ذلك أن احنا المدارس الأخرى اللي غير مهيئة طريقة التدريس مش جذابة، يعني الصغار يقلقوا، يعني تحط من الساعة 8:30 9 في نفس القاعة للساعة 1. نعم طبعا هو دور المدرسة، العالم الثاني ما عادش فيه. طبعا دور المدرسة عفوا باشمهندس، معمل رياضيات، معمل حاسوب، حصة رياضة يعني بشكل جمالي ومتحرك، يعني يبدأ فيه حركة. نعم.